المقهى. شكرا سيد الرئيس. شكرا شكرا. النائب الموقر ام الخيري مثل الغزواني، زر دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس انا قال لي انهم اربعه. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. شكرا سيد الرئيس. انا مرحب بمآلي الوزير الاول ومرحب باعضاء الحكومه والطاقم رفيع المستوى الموجود معهم اليوم. ونختار نقول لاني مثمنه بعض النقاط اللي شفتها اضافه نوعيه لبرنامج الحكومه يا غير ما قديتنا قبل منها ياسر للاسف وذاك ضيق الوقت. الاول منها هذا ادخال النظم الاليه لمراقبه الطرق واللي روايه مهمه وارقت المواطنين نتيجه لهذه الحوادث السير المؤلمه اللي تكررت في بلدنا واللي حصدت ياسر من الانفاس واللي عاقت الكثير من المواطنين نتيجه للسرعه المفرطه للسائقين واللي اليوم هذه الرقابه قطعا لا يتحد منها باللي لين يحسوا على انهم مراقب عليهم وقد تندار عليهم غرامه ماليه والله يسحبوا بطاقاتهم قطعا هذا لا يحد منهم ذيك الرقابه اللي هي وانا بعد مثمنتها شخصيا ومهمه نعرف عنها. النقطه الثانيه هي مركز اليقظة وتسهيل الأزمات. هذا رواية مهمة عندنا كاملين وخاصة بلد كبير كيف بلدنا احنا مترامي الأطراف ومساحته كبيرة ونعرفه على أنه فاصل قطعا في التدخل قبل يوقع شيء يقدر يأثر فيه واحنا نعرف هذه التغيرات المناخية اللي عيات اللي هولها عيات يخرجوا عنها موجات كبيره من الجفاف وعيات تؤدي للسيول وعيات تؤدي للفيضانات اللي تتضرر منهم الناس وكذلك مواجهه اضرار الاوبئه اللي هي واجهه منتشره في الدول المجاوره معناها لنا يا الله نقبل المبادره هذه الروايه روايه مهمه تشكر فتذكر به اللي رواية يا الله نعودوا نصدى ولها سابق تجينا رواية ما وصدى لها وحضر لها سابق تخلق لا تطرح مشكلة كبيرة للمواطنين ولأمنهم ولمتلكاتهم. إذا هذه رواية نعتبر أنها مهمة ومثمنتها ونقول مولن اللي قاسها والله وخصص لهم المال. أنا بالنسبة لي ما هو خسارة خاصة في ظل هذا الحكم اللي كل شيء كامل مبرمج نعرف انه لا هي وصال الجهات المعنيه وذاك ينتج عن الرقابه لاده مخصصه لكل جهه فروع لها توصلها والمحافظه على الممتلكات العامه. النقطه الثالثه هي هذه القنوات البرلمانيه والرياضيه، انتم تعرفون المواطنين كاملين لا يعودوا معنا لمسافه واحده بفضل هذه القناه البرلمانية به للبرلمان ما خالق حد أسوأ منه ما يصنت له لا خالق مشكلة أسوأ شن هي كبيرة ولا صغيرة ما تناقش فيه تناقش فيه الصحة ويناقش فيه التعليم ويناقش فيه المشاريع. سيد الرئيس أنا ما فتكملت قاع سبه. الكلمة للنائب.